تتضايقي لو سجلت الحوار عشان يبقى سهل في التفريغ؟ نوشور تفضلي طبعا. طيب اوكي مدام زيزي. ما بلاش مدام دي، خليها زيزي بس. اوكي زيزي، قوليلي بقى ابتديتي الموضوع اللي انت بتشتغلي فيه ده ازاي؟ من 20 سنة كنت متجوزة وجوزي كان بيشتغل في الخليج، واكتشفت في اجازته انه صاحب عليا واحدة، والواحدة دي اعز صاحبة ليا، وفي مصر مفيش قانون يمنع الرفق. يعني ايه؟ يعني لو راجل في شقة ومعاه واحدة مش متجوزة مفيش حد يقدر يعمل لهم حاجة، حتى لو بلغتي عنهم ما يحصل لهمش أي حاجة. مفيش قانون في مصر يمنع ده، ما يعتبرش لا هو زيني ولا هي، يعني مرافقين. طلقتي طبعا؟ طبعا، وطبعا ما خدتش منه أي حاجة، فقررت إني أشتغل. ما عرفتش لغاية لما اتعرفت على رجل أعمال ورفقته وعملت منه فلوس كويسة قوي. بعديها اتعرفت على ستات ظروفهم زي ظروفي بالظبط، عرفتهم على رجالة أصحاب الرجل اللي أنا كنت مرافقاه، وابتدى مشواري اللي بعتز بيه. بتعتز بيه؟ يعني عشان القانون معرفش ياخد لي حقي قررت أستغله، وعملت فلوس كتيرة قوي من الموضوع ده. طب ده قانون البشر، ربنا بقى. أنا ما نمتش مع حد، أنا تبت. أنا كل اللي بعمله إني بعرف فلان على فلانة. أنا عارفة إنه ده غلط، بس انتي مكاني تعملي ايه؟ ما هو في الاوتيلات واصحابها بيعملوا اللي انا بعمله بالظبط. ازاي يعني؟ يعني لو راجل راح اخد اوضه في اوتيل والست جات له، محدش بيسالهم انتوا بتعملوا ايه؟ يعني بيسهلوا اللي انا بعمله بالظبط. طب قولي لي بقى، يعني طبيعه الرجاله اللي بتيجي دي بتبقى ايه؟ رجال؟ لا يعني قصدي شباب كبار فقراء اغنياء. ايه؟ كلهم متجوزين. متجوزين؟ ده الطبيعي، لأن الراجل من مراته ما بيطلبش الحاجات اللي بيطلبها من البنات اللي عندي، وما يقدرش يقول لمراته تعمل له الحاجات اللي البنات اللي عندي بيعملوها له. غريبة دي. عارفة يا إنشي، لو الراجل طلب من مراته حاجة وعملت له اللي طلبه يشك في سلوكها. الرجالة دي يا إنشي تركيبة معقدة جدا. ثانية واحدة، يعني انت عايزه تقولي لي ان لو واحد طلب حاجات معينه من مراته ما رضيتش تعملها او ما عرفتش، يبقى كده هيتهمها بعدم الخبره لانها ما اتجوزتش قبل كده وما عرفتش حد، ولو طلب منها الحاجه دي وعملتها وانبسط يعني هيتهمها ان سلوكها بطل؟ بالظبط كده، يعني في الحالتين بتتلام، هي دي المشكله الاساسيه. عارفه لما انا كنت محترمه حلوه قوي لما كنت محترمه دي، مش كده؟ كنت فاكرة إن الموضوع ده بيحصل عشان نجيب عياله بس، يعني أنا برضو كان عندي مشكلة. يعني أنت عايزة تقولي لي إن المشكلة الأساسية بين الراجل والست هي الجنس؟ يعني تقدري تقولي الثقافة. لو الست اتثقفت قبل الجواز يتقال عليها قليلة الأدب، والراجل بيتثقف في الحاجات دي من شوية أفلام مش حقيقية أو من الستات اللي بيجوا في حياته وان نايت ستاند. ليلة واحدة وخلاص يعني. قولي لي أنت شكلك متعلمة، أنت دارسة إيه؟ أنا خريجة آداب إنجلش. أنا وصغيرة كنت بخاف من كلمة آداب دي، عارفة يعني آداب وبوليس الآداب وكده يعني. بس الآداب دي غير الآداب دي خالص. أنتِ عارفة يا إنجي، عشان يكون في صح لازم يكون في غلط، فهمتيني؟ قولي لي أنتِ رينج الرجالة اللي بيجوا لك دول من سن كام لكام؟ يعني من 35 ل 55. مفيش أكبر من كده؟ لا أنا بفضلهم ماكسيموم 55، بعد 60 بقى خلاص الراجل يقعد جنب مراته ماتش اعتزال بقى، دي أصالة الرجالة. مسخرة والله. هو أنت لسه شفتي حاجة؟ لا هو أنا عايزة أشوف بصراحة. بصي هقفل التليفون ده بره التسجيل خالص. لا أصلك عجبتيني بصراحة، عايزة أسألك شوية حاجات. عينيا ليكي. قوليلي بقى، الراجل اللي بيجيلك ده يعني بيقعد يشتكي بس يا عم امتنع قايلها الكلمتين وخارج على طول؟ وهي ما طردتكيش مثلا او ضربتك بالكوبايه؟ لا هي كانت محترمه جدا، وحتى لو كانت طردتني انا ما كنتش هزعل. عارف ليه؟ ليه؟ لاني قلت لها الحقيقه وقلت لها الكلام اللي المفروض يتقال. يعني انت مستكتره عليها حتى انها تفكر يا هديل؟ تفكر في ايه يا خالد؟ في حاجات ما بتدخلش العقل اصلا. بس طالما البنت كلمتك وفتحت قلبها معاكي يبقى معتبراكي صاحبتها، وصاحبتها جدا كمان. ايوه ما هي صاحبتي جدا. ايوه وما ينفعش رد فعلك معاها يبقى بالشكل ده. اللهم انا ما قدرتش امسك نفسي.
هديل، عايز اسالك سؤال. هو انت قلتي لجوزك ان احنا نعرف بعض؟ لا طبعا. تمام، اذا انت فكرتي واخدتي 5 دقايق من وقتك ونقيتي احسن حل، ولقيتي انك تكدبي على جوزك وما تقوليش. طب ما انت كمان ما قلتش لمراتك. انا كنت متاكد انك هتهاجمي من غير ما تفكري انا ليه بقول لك الكلام ده. ايوه فعلا انا عملت زي ما انت قلتي، اخترت نفس الحل وكدبت على مراتي وما قلتهاش. بس مش هو ده موضوعنا يا هديل. انا كنت بعمل لك اختبار دلوقتي، وهو انك مش مستحمله اي حد يطلعك غلطانه. لازم تطلعي اللي قدامك هو اللي غلطان. يعني العيب ده بقى عند ناس كتير قوي اليومين دول، لما حد بينتقدك او يخالف افكارك او يقول وجهه نظر مختلفه بتهاجمي من غير حتى ما بتفكري في وجهه النظر التانيه او تحاولي تفهميها او حتى تعرفي توضحي موقفك. عندك حق، انا كده فعلا. هو ده بالظبط اللي انت عملتيه يا دين مع صاحبتك، هاجمتيها ومسحتي بيها الارض. خلاص يا عم، مش للدرجه دي. لا ده فعلا اللي انت عملتيه، لمجرد انها قالت وجهه نظر مختلفه. اسمعي، انا عارف ان وجهه نظرها اللي قالتها دي قاسيه او حتى ما ينفعش انها تحصل في الحياه، بس حتى من غير ما اعرف البنت دي، يعني ما تنسيش ان هي اللي هتنزل البيبي. وبعدين انت كده قفلتيها، خوفتيها منك وخليتيها ما تتكلمش معاكي في وقت انا شايف ان البنت ضعيفه ومشتته ومش عارفه هي عايزه تعمل ايه بالظبط. صح. قولي لي، انت قلت لها ان احنا نعرف بعض؟ الوحيده اللي ما قالتليش لا على صداقتي، كل اصحابي قالوا لي لا عشان متجوزه. شفتي بقى صاحبتك؟ بالرغم من ان علاقتنا تعتبر قدام الناس غلط، مينفعش يعني راجل متجوز يصاحب ست متجوزه حتى لو ما كانش في بينهم حاجه. لكن صاحبتك دي اللي هي اسمها ايه؟ ساره. ساره سابتك تفكري وتاخدي قرارك بنفسك، وقفت جنبك حتى لو كان قرارك ده غلط قدام الناس. كنت اديتيها فرصه تفكر يا هديل، او على الاقل تبين لك انها بتعرف تفكر. ولو اني انا متاكد انها مش هتعمل اللي قالت لك عليه ده. عارفه ليه؟ ليه؟ مش عشان مهاجمتك ليها، لا، عشان البنت دي عندها مخ وهتعرف تفكر وتاخد القرار السليم. انا خايفه عليها. هديل، ما ينفعش واحده متعلمه وبتشتغل الشغلانه اللي انت حكيتي لي عليها دي ترضى انها تعذب طفل. دي كانت مجرد بتفضفض بتخرج اللي جواها، وحتى كلامها اللي هي عايزه تقوله انت ما استحملتيهوش. انما انت ليه يعني شايفك المحامي بتاعها؟ لا طبعا مش محامي ولا اي حاجه، ان انا معرفهاش، معرفش اسمها الا منك دلوقتي حالا. وبعدين انا اتعلمت حاجه، لما حد يهاجمني وينتقدني افكر واسمع الكلام بهدوء وارد برضه بهدوء. كان ممكن اقول لك دلوقتي مثلا محامي ايه وانا اعرفها، انا معرفش اسمها الا منك دلوقتي حالا، وبطلي استفزاز والطريقه بتاعتك دي. بس انا طبعا مش هعمل كده. ما هتعمل ايه؟ بمنتهى الهدوء كده هقول لك انا ما اعرفهاش، بس انت تعرفيها وتعرفيها كويس جدا كمان، والصداقه اللي بينكم تخليكي تقفي جنبها مش ضدها، توضحي لها الامور مش توتريها. ده حق الصداقه اللي بينكم يا هديل. بليز عشان خاطري عيدي النظر في موقفك معاها وما تسيبهاش كده، حرام. ثانك يو. اسمي ساره.